مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج هل تجرؤ، مباشرة من استديوهات كاكتوس برود على شاشة كارتاج بلوس. اليوم حلقة جديدة فيها ضيف سياسي، والبرنامج هذا نذكروا أنه برنامج سياسي في الأساس، حتى نستضاف شخصيات غير سياسية للحديث في السياسة. طبعا برنامج سياسي وما يمنعش أنه يستضيف شخصيات مثقفة، شخصيات تحذق الحديث في السياسة، فنانين رياضيين، وللتنويع أكثر نجيبوا شخصيات من مجالات مختلفة للحديث في المجال المختصين فيه. اليوم عندنا ضيف سياسي، سياسي كبير، وزير سابق، سياسي بارز، اليوم باش يتحدث كما لم يتحدث من قبل. اليوم باش نحاولوا نظهروا فيه شخصية جديدة أخرى ما تعرفوهاش كالعادة، أسئلتنا مختلفة عن كل الحوارات والأسئلة في البرامج الأخرى، حتى ولو كانوا ضيوفنا مستهلكين وظهروا برشا، نحاولوا نكتشفوا فيهم زوايا جديدة وشخصيات جديدة متخبية وراء اللي مستنسين تشوفوا فيه. اليوم ضيفنا الوزير السابق ورئيس حزب الائتلاف الوطني الأستاذ ناجي جلول. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي ناجي، لأول مرة في برنامج هل تجرؤ. أهلا وسهلا، أول مرة تفضل. جديد مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك سي ناجي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا، أول مرة نخرج لك من 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 تروازيام دوز فاكسان. دوز شنو؟ فاكسان. هاي باهي، فجعت. لا تعبتني برشا، هاي تروازيام دوز تعبتني. لباس شنية اللي شنو لقحت؟ لقحت فايزر. فايزر وزوزلولين شينوا. الحمد لله، الحمد لله سي ناجي، إن شاء الله لباس. باش نعاودوا نلقحوك بالأسئلة تاع اليوم. باهي، باش نقدموا لك البرنامج قبل ما نبداو الحوار. البرنامج هذا اسمه هل تجرؤ؟ هل تجرؤ؟ هو موجه سؤال للضيوف، هل تجرؤ أنك تجي؟ هل تجرؤ أنه نستضيفوك ونسألوك؟ اليوم أنت جايينك يعني أنك تجرؤ، وأنك تجرؤ ستدير تجاوب على أسئلتنا الكل، وتلعب لعبة الأسئلة اللي باش نقترحوها عليك في الليكرون، ولهنا في الليكرون الصغيرة هذه مجموعة من الأسئلة المختلفة اللي ممكن ماكش مستانس بها، محاولة جديدة. لا معك أنت مستانس بالأسئلة الكل. لا محاولة لاكتشاف شخصية أخرى فيك، لتجديد الخطاب نتاعك، لاكتشاف زوايا أخرى إنسانية وسياسية ومواقف أخرى ما سمعناهاش قبل، باش نحاولوا نشوفوا ناجي جلول من زاويتنا الخاصة بالضوء نتاع الأسئلة نتاعنا المختلفة. تجرؤ. عندي حل آخر. واضح، مرحبا بك. ناجي جلول، السؤال الأول مالوريزمون باش نبدا بالجملة هذه، بعد 0.037 بالضبط في الانتخابات الرئاسية واختفاء من استطلاعات الرأي، ما عادش موجود، اختفاء كلي، تعود بحزب جديد أنت رئيسه، اسمه الائتلاف الوطني، هكا ولا أنت رئيس الحزب هذا. مازلت ما أيستش؟ مازال عندك أمل؟ رغم أنه التصويت اللي صار في الانتخابات الرئاسية والنسبة اللي تحصلت عليها تقريبا تصويت عقابي، اللي تحس أنه الناس عاقبتك 0.37 هي نسبة عقابية، رغم أنك الناس اللي تشوفك تقول هو ناجي جلول من الوجوه المحروقة من الطبقة السياسية اللي 10 سنين سوداء تعديت على تونس، وتذكرهم بال10 سنين هذوكم، كنت وزير، كنت قيادي في حزب كبير حاكم كذا، مازال عندك أمل أنه الناس يقبلوك، يصوتوا لك، يعطيوك ثقة كذا؟ راجع بحزب صغير في وقت الأحزاب معناتها توا معناتها راقدة نايمة أو مغيبة أو مكروهة؟ برشا سؤالات عندك. سؤال واحد هو متفرع، تفضل جاوب كما تحب. ما ثماش في السياسة، ما هيش شركة تربح وتخسر. في السياسة كما تعمل في الديمقراطيات، تربح انتخابات، بعد تخسر انتخابات، تمشي المعارضة وبعد ترجع. معناها في آخر مطاف أحسن رئيس في تاريخ ربما أمريكا، فهمت، أبراهام لينكولن، خسر انتخابات 5 مرات ورجع. ميتران عدة مرة وبعد ولا من أحسن رؤساء أمريكا. السياسة مش شركة، وما نؤمنش بالمحروق. مش معناها محروق، ما عنده حتى معنى محروق، يعني فما طبقة سياسية كرهوها الناس. وعلاش كرهوها؟ نفروا منها الناس. وعلاش كرهوها الناس؟ وليت رموز تاع فشل، رموز تاع إحباط، رموز تاع خراب. لا لا لا، شوف، معناتها شوف اللي حكموا الكل يا سي ناجي، اللي حكموا الكل في العشرية هذه، وحتى بعض اللي عارضوا اللي كانوا في المعارضة ورذلوا البرلمان ورذلوا الديمقراطية، هما اليوم الناس ما عادش يحبوا يشوفوا
ثم ناس في الشارع كانت تسأل تقول ما عادش نحبوا نشوفوه، شنو هي هالطبقه السياسيه هذه؟ معناها انا هذاك علاش قيس سعيد راهن على تجديد الطبقه السياسيه. شوف كلامك فيه نصيب من الصحه. فهمت؟ اما الناس كل ساهمت في الوضع اللي وصلنا له. اولا ترذيل اول السياسيين، البرلمان، مشهد البرلمان تاع العنف والكلام الزين والانحطاط القيمي وانحطاط الاخلاق كان موجود في البرلمان. الاعلام ساهم في ترذيل المشهد السياسي. اسمع خلينا نكمل. نجم نناقشك في كل الاعلام؟ لا لا نجم نناقشك. يجيبوا شوف يا سي ناجي الاعلام راهو مرايه. واذا واحد شاف وجهه في المرايه وجهه ما عجبوش ولا وجهه مسخ حشاك ولا خايب راهو مش ذنب المراية، ما نجموش ننقدوا المراية. هذاك وقعنا، هذوكم السياسيين اللي عندنا، هذوكم لي جروند جول اللي عندنا، هذيك المستوى الخطابات اللي عندنا. معليش انا كي نسال سياسي كما سيادتك مانيش مسؤول على خطابك واجوبتك. لا 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 وحشاك انحطاط اللي نسال فيه. لا 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 ولا شوف انحطاط مشترك، فما الاعلام السياسيين رذلوا بعضهم والاعلام لعب دور في ترذيلهم. بيه؟ يجيبوهم كسراد كيتعاركوا. لا يجيبوهم بداو شايخين عليهم. يجيبوا الراي والراي الاخر. لا 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 مش راي والاخر. لا عركه يجيبوا عركه. تولي عركه. اش نعطيك الاعلام فيه الباهي. كي نجيب لك واحد مختلف معك معناها جبتك باش تعارك معاه. لا نقول لك الاعلام فيه الباهي والخايب. كيما السياسيين فيه الباهي والخايب. وخلينا نعيد. انا مره مشيت لميسيون تاع اذاعيه. قلت معلومات موجودين في انترنت. قلت السلالة 22 فرعونية عملوها البربر. قلت التوانسة بنوا القاهرة. قلت العمل سان فالونتان جلاس برومير اللي هو تونسي. سمى اعلان كبير تبارك الله. قال نجلو شرب حاجة البارح يدخل الانترنت كيف مرة سياسي زاد يحسب روحه سياسي. جاتنا بعثة جاودنا زميلنا من جهة أخرى. قلت له شنو القاسم المشترك بين تونس وبلاد الاغريق؟ قلت له معناها يونيس بعد حرب طروادة جا لتونس. قال لي تو بربي هذه خرافات مازلت تحكي فيها. وانت هذا عيد الحب اصله جلاسي. منين جبت؟ موجوده في الواحد موجوده يدخل الانترنت وتلقاها. مش لازم تمشي لها تخلق في جلاس؟ مش لازم لا بيان سور هو جلاسي وعاش في الكيف. انا مره مشيت للكيف في مثقفين نعمل في محاضره. قلت لهم عندكم الزنقه مكروب سيكا هذا معناها اديب وما يعرفوش. معناها شنو الازمه نتاع السياسه؟ الا النظام السياسي النظام الانتخابي جاب سياسيين نقول لك معناها باستثناء ربما واحد واثنين برلمان يظن ما فيهم حتى حد كتب ورقتين. ما فيهمش يعني في اخر المطاف فما ضحاله فكريه وضحى سيكوا السياسه هي؟ السياسه مخيان وعقل، انسان ما قراش الجاحظ، ما قراش المتنبي، ما قراش المتسكين. ايش تحبوا؟ تو السياسيين تشوف فيهم انت هذوك سياسيين اللي جابتهم الصدفه. وهما مسؤولين على الخراب، ثم بطبيعه الحال تعاطي الاعلام. شوف كنا غلطنا وكنا ساهمين. فما شكون غلط اليوم؟ فما شكون غلط او معناتها حسب احباط الناس او ضمير ودار عليه او كذا انسحب من المشهد السياسي واعتزل. شفنا برشا وجوه بالوجه بالوجه يعلن اعتزاله، يعلن انسحابه. يقول احنا انا جربت 10 سنين تنقلت بين مواقع مختلفه فشلت، الناس معناتها نحسهم ما عادش يقبلوني، انسحب اعتزل. شوف انا كان خمم في الاعتزال وساعات خمم فيه راه يعني اللي خلولي امي سبولي امي وسبولي بابا وسبولي بلادي ومرتي مفجوعه وبنتي مفجوعه والعائله كلها مفجوعه. علاش؟ على خاطر فما برشا تدني اخلاقي في الوسط السياسي. علاش مفجوعين؟ فما برشا بس نورمال مفجوعين. تهديدات كل شيء. انا 2013 معناها فما واحد حب يقتلني قدام داري. باش حب يقتل؟ خاطر يوقف الحبس السيدات. بيان سور حب يقتلك محاولة اغتيال بيان سور. بس ليه؟ بيان سور فهمت؟ في الحبس توا؟ اي في الحبس بيان سور. اي معناها في الاخر ساعات انا بدي نقول انا استاذ جامعي ونجم معناها ونكتب وعندي برشا كتب وعندي في التعليم السياسي. اما كان الناس الكل يخرجوا بمشهد سياسي كان المثقفين اللي شنو المشكله نتاع تونس؟ مشكله تونس على النخبه التونسيه وعلى نخبه ممتازه على الربوه. تقول لك يا خويا ما نمشيش تحت قدري. يا سي ناجي انت شديت وزير. اي وزير سابق اليوم. أي. كنت قيادي في حزب حاكم. اي صحيح. مده كبيره. كنت مدير عام في الرئاسه، مؤسسه تابعه للرئاسه، ترشحت لرئاسه الجمهوريه. شنو تحب تجرب اخر بعد هذا الكل؟
تحب تجرب ننجح في رئيس الجمهورية. تحب تجرب تنجح. بسوير. يقعد طموحك الرئيسي هو. السياسة بالنسبة لي أنا بديتها عمر. بيه صراحة. لا 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 السياسة بديت عمر 16 عام راه. بديت 16 عام. وأنا بالنسبة لي أنا السياسة من المهدي إلى اللحدي. ما تعرفش السياسة بالنسبة لي. لأن أنا السياسة مش خدمة عندي أنا راه. وأنا عندي خدمة في الجامعة راه. لبس عليا. بابا قراني وقريت وخديت الشهادة العالم الكل كما قال أمين المهدي. عندي شاهد فرنسا وشاهد تونس عندي تبارك الله شاهد بالبلا السياسة بالنسبة لي أنا هي مشاركة في الشأن العام مشاركة في البلدين شاهد لا تعني لا تعني الكفاءة لا تعني الكفاءة مش سياسية تعني الكفاءة العلمية بيسور كفاءة العلمية لا لا كفاءة العلمية في الجامعة كمدرس لا لا لا, لا, لا أنا متخرج من ليكول دو لوفر من أحسن المعاهد العليا في فرنسا متخرج من سوربون مانيش متخرج هذا ما عملش منك وزير ناجح أو وزير دخل التاريخ أو وزير كبير أو وزير شكون خلك منك وزير أنت أكثر وزير يكرهه الشعب الأساتذة تتذكر الشعار اللي رفعوه ثبتها تتذكر الشعار اللي رفعوه اللي هو مسار حتى وزير يا 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 جلول هيك جات الرجال فوالا كي قلت انت يا جلول يا حفاله هاي جاتك الرجال حشك يوريك مستوى الخطاب مستوى انت اكثر وزير تربيه تمت اهانته علاش هذه اهانه يقولوا يا حثاله حشيك اش بيه شكون القائد جمهور الاساتذه شعب الاساتذه لا مش شعب الاساتذه لا 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 ويمثلوا الاساتذه النقابه نقابه تمثل جزء كبير تعرف قداش عدد المنخرطين تاع لا لا ما تمش شوف عندك 100000 استاذ راه 100000 استاذ انا نمشي للشارع راه ونقعد مع الاساتذه ونقابل الاساتذه اليوم الحزب نتاعي فيه الحزب على اسسته معبي بالاساتذه والمعلمين مش صحيح فما نوع عندهم مشكله ربما حتى انا ارتبت اختاره عملت اخطاء اتصاليه عملت برشا اخطاء انا معناها القاسم مشترك شني مشكلتي انا مع الاساتذه سرقت لهم شارياتهم انا اكثر واحد زادهم شاريات الاساتذه اكثر واحد زاد شاريات انا حاولت ننظم المهنه به حاولت ننظم المهنه واضح اليوم ناجي جلول طموحه الاساسي حط سقف لطموحه السياسي اللي هو السقف الاعلى اللي هو رئاسه الجمهوريه باش يقعد كل انتخابات يترشح ويخدم على المنصب هذا حق كان نجحت وعندك عندك امل انك نهار تكون رئيس تونس بيان سور عندي امل كم صفر عندي 0.37 تنجم تطلع على 2011 كنا 0 على الخط السياسي نمثلوا 2011 0 ويهبطونا جماعه 0 2014 صبحنا انتخابات داكوردو المره الجايه ما حناش نكون 0 الناس اليوم اللي تدخل 0 اليوم مش ولي 0 اليوم ناجي جلول يخدم على الانتخابات الرئاسيه القادمه لا نخدموا على حزب نخدموا على التشريع اي يخدم زاده كشخص على الانتخابات الرئاسيه القادمه نخدموا على الانتخابات الكل اليوم ناجي جلول بعد سنوات عديدة كثر الحديث على فضائح نداء تونس في شهادات برشا من قياديه اليوم ثم فلوس جاية من الخارج حديث على فلوس جات من الخارج حديث على خيانات على لوبيات على فساد مستشري على عمالة ثم قيادي قال أنه معناتها نداء تونس سنوات حكم نداء تونس كانت سنوات الخراب والفساد الكبير شنو شهادتك انت للتاريخ على نداء تونس اللي كنت في وسطه في قلبه للتاريخ فما ناس كانت موجوده في نداء تونس وبعد ولا نداء تونس بيه وعليه وبيه وعليه ما نحبهاش هذه الحكايه لا ما واحد انا نتحمل اخطاء ونجاحات نداء تونس انا نقول لك انا كنت في حكومه حبيب الصيد هذيك الحكومة اللي كنت فيها لأن أنا بعد ماهيش حكومة النداء هي حكومة حبيب الصيد سيشهد لها التاريخ اللي هي حرب الإرهاب وانتصرت على الإرهاب كيفاش انتصرت على الإرهاب كيفاش عملية باردو صارت وقتها عملية سوسة وعملية رضا شرف الدين وعملية بنقردين وقتاش أكبر هزائم إرهابية اختارم بنقردين جات من بعد صحيح بنقردين انتصار وملحمة كبيرة بفضل أهالي بنقردين وبفضل الأمنيين الأبطال وبفضل كذا ولكن عملية باردو باعتراف سي الحبيب السيد كانت فضيحة أمنية إيه؟ اللي قريناه في كتاب الحبيب السيد انها مهزله امنيه المسؤول عليه نداء تونس ثم شكون قال لي لو كان يتحل ثم امني كبير ومعروف قال لي لو كان يتحل كتاب عمليه باردو برشا ناس تمشي ورا الشمس حلو ثم اسرار خطيره ياسر في العمليه انا اطالب اي على كلمه انه نجاح لا لا لا, لا, لا نجاح بنقردين نجاح ما نحكيش على بنقردين انا اعطيك نجاح اخر في عهد حبيب الصيد
كل احنا مانيش نقيبوا لا 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 هذيك تو نجيو هذيك لا هذيك حكومه نداء تونس كنا ناخذوا نسلفوا لبرا ب 1% تو نسلفوا ب 15% اكوردو معناها في عاد حبيب الصين يعني يعني لا لا يعني شوف. يعني الكلام هذايا على المال السياسي اللي جاي من برا من الخليج وعلى الفساد مش صحيح وما فماش اثرياء خرجوا من نداء تونس سياسيين استثراوا من السياسه ما نعرفش. ما فماش كون عمل فلوس من السياسه في نداء تونس السيناجي عيني في عينك وبكل صراحه وللتاريخ ما فماش في الحزب الكل نحكي على نداء تونس يا ود في الحزب الكل ثم الباهي والخايب نحكي على نداء تونس رضي ضميرك كون صادق على الاقل ما تسميش ما تكون صادق انا ما سرقتش انا ما خديتش فلوس من الخارج عليك انت. لا لا احكي علي انا احكي علي انا ما تحكيش انا ما يهمنيش في البقيه احكي علي انا ما يهمكش كنت في فيه في الحزب هذا اي لا شكون يهمك بل كنت من مين نتاعه ولا رئيس نتاعه انا مسؤول كان على روحك ما كنتش رئيس نداء تونس ما كنتش امين نداء تونس ما كنتش امين عام في نداء تونس هل حافظ قايد السبسي عمل فلوس من السياسه كما يقال اساله هو نسألك انت لا لا اساله هو لا اسال وزاره الماليه ولا اسال الامن ثم كلام وين نسال ثم برشا كلام لا لا فما كلامي قال يا اخي تو هو الراجل موجود البر موجود في الخارج في حالة هروب ولا فرار ولا لجوء ولا الله أعلم في حالة هروب الراجل قال ما رجعش لتونس وما رجعش عنده مدة طويلة عنده سنوات اليوم الراجل يقولوا عليه أنه ولا ثري البر عنده برشا فلوس عنده برشا أملاك عايش حياة الرخاء وحياة الرفاهة وحياة مرفهة جدا اليوم حتى زملاء يقولوا أنه عمل برشا فلوس أنت شنو تقول نعرفش عيط له وفي الحافظ قايد سبسي لا درجة بالعكس انا اكثر واحد كانت عندي مع خلافات لا لا كنت متاع حافظ قايد سبسي يا سيناجي يا سيناجي كنت متاع حافظ قايد سبسي وكنت معناتها تدافع عليه واختلفتوا من بعد اختلفتوا من بعد اختلفتوا من بعد وقت استهدفك هو وتخلى عليك لا لا شوف انا لاني متاع حافظ قايد سبسي حتى انا كنت ننتمي الى حزب ننتمي لمجموعه كان عندي حلم ان الحزب هذا من حزبه لانه ما كانش حزب نحولوه الى حزب سيناجي بشنا فقط سيناجي انت انسان اكاديمي وما شكيناش في ذمتك الماليه ولكن على الاقل التاريخ قول الحق والحقيقه يعني انت تعرف من داخل وفي حتى في الكواليس وفي الدنيا حديثك ماهوش هذا حديثك قدام الكاميرا يتبدل تولي دبلوماسي وتولي تتجنب الواحد ولكن الحقيقه اللي في داخلك نعرفها انا ذاك علاش نسال فيك ثم ناس عملت فلوس من السياسه في نداء تونس انا ما طلبتش منك ما نحرجكش نقول لك سميلي ولكن هذه حقيقه اكدوها برشا خويا شوف انا تحب نقسم لك على المصحف اللي انا ما نعرفش وانا من طبعي مش مكن نوعك البقره تطيح تكرس كاكنها هذه مش طبعي انا ماشي طبعي نزلت وفي ثانيا وفي لا حافظ لا ليش وفي حافظ قايد سبسي اكثر واحد كانت عندي قول معك. لا لا ما خذيش فلوس اكثر واحد قول لي اكثر واحد يا كان. يا سينيج قول لا راهو مش صحيح راهو ظالمين وراهو كلمات راهي شعار لا لا ايه ما نعرفش علاش تحب نقول حوايج ما نعرفهمش شنو شعورك مش شنو معناها رايك في اللي يتقال ظلم ولا لا شعوري على حافظ قايد سبسي من الناس اللي دمروا نداء تونس سياسيين من الناس اللي دمروا نداء تونس نحكي على الذمه الماليه لا لا قلت لك هو سياسيين من الناس اللي دمروا نداء تونس بعد عندنا سؤال على الحافظ ان شاء الله تجاوب عليه على الاقل معناها ما تقعدش هارب وتقاوم في الاسئله وتخفي في رايك الحقيقي نخفي بالعكس اليوم عندي انت ناجي جلول ديما تتباهى انك انسان نظيف انه ذمتك الماليه سليمه انك انسان ما عملتش فلوس معناها غير شرعيه من السياسه انك انسان ما معناتها ولد باب الله هكا ولا ديما تقول هكا مانيش تتباهى خاطر ذاك الرسمي اي ثم نقابي ثم نقابي اتهمك بالفساد اي صحيح وهو باش نشوفوه اي باش انت تنجم تعلق وتجاوب لا لا نعرفها لا لا خلي يشوفوا الناس انت تعرفها نشوفوا النقابي انا سيد ناجي جلول اقول له لو تفتح ملفات الفساد فانت ستكون اول من يدخل حل السيد الوزير هذا ذاته هو متورط في مسائل مخشله من ضمنها انه قام بمناظره مناظرة الماستير المهني سرب فيها على الأقل من هو في شعبة يدرس شعبة أخرى السيد هذا كان عليه أن يسكت السيد هذا دخلت في زمنه في 2015 خصص الحكومة 20 مليار لمقاومة الإرهاب بمعنى تدعيم الأنشطة الثقافية التلمذية ولكن إلى يوم وبقيت هذه لو تم تقسيمها تقريبا على امتداد ميزانيات إلى حدود ميزانية 2018 مدرج فيها 3.5 وإلى يوم الناس هذا لا أثر 20 مليار
وأقر بهذا السيد حاتم بسالم الوزير الذي جاء بعده. معناها لو نفتحوا من ملفات الفساد الوزير هذا، تصوري أنت في 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 لجنة الزمن المدرسي ما قيمة 4 قهاوي أو 5 قهاوي وزوز قوارير ما كلفها في فاتورة موجودة في وزارة التربية 62,000 دينار 62 مليون. معناها 4 قهاوي هي اللجنة هذه، مثلا لك مثال، لأن السيد هذا راه لو تفتح ملفات شد الحق. سي نيجي خلنا نلخص شنو قال السيد، معناها 20 مليار لتدعيم الأنشطة الثقافية تحت عنوان مقاومة الإرهاب ومعناه تنوير التلامذة والمدارس وكذا، 20 مليار قال لا أثر لها، والوزير حاتم بن سالم اللي جاء بعدك أكد هذا. كلفت زوز دباب زماء وزوز قهاوي اللجنة الزمن المدرسي ب 62 مليون كلفته، زوز دباب زماء وزوز قهاوي ب 62 مليون. هو السيد هذا حتى تشربهم في المريخ، حتى تشربهم في المريخ ما يتكلفوش هكا. السيد هذا السيد هذا عضو في لجنة الزمن المدرسي، ما يعرفش الا في كل وزارة ثم مراقب مصاريف. الفاتورة هذه ما عداها حتى مراقب مصاريف، ما يعداهاش، كان يعداها هو يمشي الحبس. وعليه مش كتش بيه مثلا؟ ما نشكيش، خاطر هذا الناس ما يعرفوش، مو تعرف مو تسيطون تو هو كي غالب. علاش يقول قايل علاش ما شكيتش بيه؟ لانه ليه من صفاتكم من ضمن الماليه. لا لا ما تشكيش بيه، يعني انت ما نعرفش السياسه في المحاكم، انا ما شكيش بيه. مو تسيطون عنده كلمه زي الحبه برشا، سلوي كي نا با دونكيت نا با دروا لا بارول، اللي ما يعرفش يسكت. وكثروا العباد اللي ما يعرفوش يتكلموا. الحكايه 20 مليار حتى نوصل لهم. وزير سابق بعدك سي حاتم بن سالم قال قال عليهم 20 مليار. قال ما تخبرش، قال لا لا ما تصورش، قال هو حر، هو حر، ما ندخلش في الحكايه. كون ميم وزير وما نحبش ندخل في الحكايه هذه، فهمت؟ معنا ما نوليش شكل عركه ما بين حاتم بن سالم والحامتي، انا ما نبتش. لا لا ما قلناش استعمل الكلمه هذه. انا شوف تربيتي تبابا وامي ثقافتي مركزي الجامعي طلبتي ما تخلي منها بس الغادي وكاو. وتعرفني ما بس الغادي حكيت 20 مليار تعطات وقتها انفلوب لمقامة الارهاب. ثم وزارات عملوا بها حفلات، انا عملت بها مراكز اذا رياضية ثقافية لمقامة الارهاب، موجودين المراكز تبنيوا بيهم. والفاتوره 20 مليار في عام واحد؟ انا بنيت، لا مش عام واحد، تو مازالوا يكملوا، تو بنيت بيهم مراكز ثقافيه ورياضيه، دي سنتر كولتوريل سبورتيف، موجودين في القصرين، موجودين سيد بوزيد، موجودين بن قردان، موجودين بارتو، وهذيك 20 مليار. وراهو شوف يلزمك تفهم، راهو وزير ما يصحش حتى فاتوره. وزير ما يصحش فاتورات، راهو وزير ما يصحش فاتورات. اما هو هو الامر نو؟ لا لا لا، شوف الوزير ما يصحش، هو امر الصرف، هو امر صار مساحش فاتوره يتحمل المسؤوليه. يا ودي هذه حكيت، شوف راهو تضحك، حكيت هذه زوز قاوي ب 60 مليون راهو كنترول ديبونس ما يصحالكش. يكذب السيد؟ بميزور يكذب. اخي تو انت في 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 الكاكتوس، اخي عدي لك كنترول ديبونس اللي جايه، ما عدلكش اللي جايه. تو هو في الوزارات يحكموا الكونترول ديبونس، معناها كي تجري انت اورديناتور مثلا نوع اخر يقول لك لا. ثم ناس الكلام هذا يصدقوه من نقابي ومن وزير سابق يقول لك صحيح. خلي يصدق. المفروض انك اذا انت واثق من براءتك تشكي. لا شوف ما نشكيش وما نهبطش المستويات. باهي انت اليوم سي ناجي جلول ابار هذا الكل، انت موجود في قائمه السياسيين المحالين على الدائرة الجناحية مؤخرا عندها أيام بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية. والله سمعت كلمة مخالفة، جريمة انتخابية. سمعت جريمه مخالفات. لا جريمه كل مو هذه مخالفات. سمعت جريمه بنتي، مازلت تسمع جريمه. هاو الكلمه جريمه والاعلام والجريمه، الجريمه تعرف ولينا معناها السياسيين كما العيارون وكما اسمع السراق ومعناها حشر السياسيين في خانه. هذه هذاك هو تربيه. سيناجي انت موجود برمي العباد، مخالفات ولا تجاوزات ولا تجاوزات؟ انا موجوده. هو عدم احترام الصمت الانتخابي، هذاك هو. يبدو ولا فما ستاتيو فيسبوك تحط. ايه ستاتيو فيسبوك تعمل على كلكم تقولوا. لا 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 شوف الكل نفس الاجابه نتاع كل السياسيين اللي يقول لك الصفحه هذيك خاطيتني وستاتيو هذيك خاطيتني وكذا. لا 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 اسهل طريقه لل يودي انا ما عنديش فلوس، انا ما عندكش فلوس؟ براس العباد انا تاخذ فلوس من برا. قداش تكلفت لك الانتخابات الرئاسيه؟ دي برا خد العباد. قداش صرفت عليها؟ هذه معلنه في التقرير. معلنه في التاريخ 80 مليون. 80 مليون. اي معلنه. مشيت هكاك مقابل 0.37. عاش بيه، عاش بيه. قداش تكلف لك السوت؟ صاريف فما ناس جابوا 0.00. السوت تكلف لك مليون؟ يا ودي فما ناس جابوا 0.00 وصرفوا مليارات. أنا ما صرفتش. 80 مليون كهو؟ ما صرفتش. منين جبتهم؟ فلوسي.
فلوسك الخاصة صرفت منهم 80 مليون ياك مليونير بيسور. علاش انا عندي استاذ تعليم عالي مليونير؟ لا لا انا استاذ تعليم عالي معناها فهمت، خدمت برشا مع الوثائقيات الجزيرة الوثائقية وخلصت، مرتي تاخذ شهرية كبيرة لبس عليها راه. دونك عندك القدرة انك تشد 80 مليون مانيش مانيش تحطهم في انتخابات معناها فلوس يا ذم اي عند انت حر عرقت عليهم ومعطيهم لي حتى عاد ما مولي ولا لا لا شوف شوف ما مولي حد. انا بديت نخدم عمري 16 عام داكوردو، بديت نخدم عمري 16 عام جو اسمع شوف انا عنده شهريه يخص علي انا انا انسان صنعت روحي بروحي. كيفك انت بالضبط؟ انا علاش تعجبني؟ علاش تعجبني انت؟ لان كيف انا صنعت روحك بروحك سي ناجي ينجم يكونوا مولوك رجال اعمال وهذا مش ممنوع في القانون، ينجم يكونوا عاونوك اصدقاء، ينجم انت قلت من فلوسك الخاصه واضح معناها انت انت صرفت برشا على السياسه اكثر من اللي خذيت ولا انا خديت شخطيت بسياسه خديت شهريه كهو شهريه وزير كهو كهو فما حاجه اخرى النفوذ والسلطه شريت النفوذ والسلطه عليها مقابل اللي دفعته شريت النفوذ والسلطه والجاه والحب يا اخي الوزير ما نحتاج بحكايات الوزير ماهوش الجاه تعرف شنو هو اسمع انت تعرف عمل 29 شكون اغنى واحد في تونس تعرف ما تعرفش نعرفش اما تعرف الدعاجي ها كان فقير وجماعة تحت السور التو يقراون انا كيف الدعاجي كي نموت تقعد على تقرا كتبتي داكورد شو جايبك للدعاجي لا شو جاي من نكتب في الكتب انا كيف هي يا اخي انت الدعاجي دخل التاريخ يا حتى انا مش ندخل التاريخ بكتبتي مش انا دخلت التاريخ بكتبتي انا مترجم 10 لغات تاكوردو يعرفوا التوانسة الكتب نتاعك شو نعمل لهم ما يعرفوش الشعب يعرف الكتب نتاعك يعرفوا يعرف علي الدعاجي يعرف كتب نجي جلول لا النخبة المثقفة تعرف نجي جلول مورخ يعرفوا يعني معناتها ضحيت ماديا من اجل السياسة ومن اجل طموحك ومن اجل كذا لاجل السياسة ما مش حكاية طموح حكيت شوف مش نبدا انا انا ماهمش برشا بالنسبه لديزوم دافير 80 مليون اما بالنسبه للموظف راهم برشا 80 مليون بالنسبه للموظف كيف تقعد موظف فهمت كونت استاذ جامعي الفرق قداش باش ياخذ الفرق بيني وبرشا عباد 4 ملايين خليني نكمل لك الفرق الوزير 4 ملايين شوف الفرق بيني وبرشا عباد يعملوا في السياسه انا انسان كنت في الابتدائي نفطر في المكتب وبعد 7 سنين بورسي في الليسي وبعد 4 سنين بورسي في تونس وبعد 4 سنين بورسي في فرنسا شنو وقتها تلم في 80 مليون اي لا لا شوف تلم في 100 مليون انا اللي عطاتولي الدوله التونسيه ما عطاولي حد انا مطالب اخلاقيا باش نرجع للدوله التونسيه هذاك هو اش عندي في مخي بقينا ما عندك ما رجع لا لا بقينا السياسه ما عملتليش الشهره ما عندي شهره انا كمؤرخ العباد تعرفوني راه ايجا برا شوف الجزيره الوثائقيه وشوف لي دوكيومونتير نتاع برا شوف فرانس 2 شوف لي دوكيومونتير نتاع انا عملت دوكيومونتير للتلفز بعده تلفز انا عندي كتب معناها وما عنديش مشكله نتاع شهره راه انا ما عنديش مشكله ما عنديش مرض الشهرة انا راه انك السوت في الـ في الـ في النسبه اللي تحصلت عليها السوت تكلف لك بمليون يظهر لي لا ما تكلفش مليون جبت لا لا 80 مليون يعني السوت تكلف لك بريسك بمليون جبت 80000 سوت 80000 قداش؟ باهية 80000 دينار مليون السوت لا لا شنو مليون تعرف تحسب انت؟ جبت 80 مليون راه اي قداش؟ انت جبت 80000 ضعيف في الحساب انت ضعيف في الحساب كنت باهي في الماتش كنت صغير بالكل باهي شنو دور كمال الطيب في مسيرتك السياسية بما انه صديقك العزيز وكان يدعم فيك وكان يحبك شنو دوره بكل صراحة؟ شوف يدعم فيه لا ما تصورش يدعم فيك في الكواليس يدعم فيك انا نعرف ليه هو يدعم فيك شوف انا نعرف شوف كمال الطيب صديق ما نحبش نتكلم نعرف ليه هو يدعم فيك كمال الطيب صديق يوحد صديق وتبقى المساله غادي تبقى المساله في الصداقه لاني انا عندي انا لازم تفهم انا عندي مجموعه اخوه صديق انا صديق العائله اللي هو عدو رئيس الحكومه نتاعك يوسف شاهد انت صديقك وديش دخل هذا فيه هكا ولا بالك انا بيدق نتا ماني بيدق نتاع حد انا مانيش بيدق نتاع حد في الوقت هذاك ما تقولوش الكلام هذا لا لا كنت نقوله في الوقت هذاك انا كنت نقول مانيش بيدق باجي قايد سبس بالرغم من احترم ونعزو شنو دور كمال الطيب في مسيرتك؟ حتى دور صديقي ونعتز بالصداقه نتاعو وتو صديقك لا لا تبقى تو صديقي الراجل عنده ادوار سياسيه في الخفاء وفي وحر. في الظل وحر ما ينجمش يكون صديقك ببلاش صديقك هكاكا صديقك صديق مجموعه من السياسيين هو انسان رجل نبي سمح. مانيش نحكي على حاجه غير شرعيه نحكي على حاجه معناها موجوده في العالم كامل هو رجل لوبيات عنده لوبي
يتكون من وزراء وسياسيين. انت برمي العباد هذوم. والله ما نعرفهم لوبيات. تحكي على لوبيات ما نعرفهمش. انا ما عنديش معمل النهضه اصدقائي. حلقه الانكار. عندي شكون في النهضه اصدقائي. شوف انا الصداقه حاجه وعلاقة الشخصية حاجه. النهضه حزب. حاجه اخرى. النهضه حزب. إيه كيف كيف. كمل طيف حاجه. كمل طيف يزور يكبروها اكثر من فما كبرتوه اكثر من لازم. كيفاش؟ يس. حطيتوه بارتو. وهو شنو الحقيقه؟ هو انسان طيب، انسان باهي، انسان يعاشر. انا علاقتي شخص، علاقتي مع كمال طيف شخصيه، تبقى شخصيه. وكنقول لك ممكن عندي عوام، عندي معناها اشهر ما شفتوش، ممكن عندي اكثر من عام ما شفتوش. انت حافظ قايد سبسي ما عندوش فضل عليك؟ حتى فضل عليك. حتى فضل. حتى فضل عليك. شوف تحب نقول لك حاجه. تنكر فضله؟ لا لا تحب نقول لك حاجه. تنكر فضله؟ لا تحب نقول لك حاجه. انا في السياسه نداء تونس كان حاجته بيا، مش انا حاجته بيهم. نداء تونس كان حاجته بيا. كنت تقرر أنا كنت تقرر باش تكون وزير. انا قلت سي بيجي لعمري عمري ما قررت تكون وزير. مش صحيح. كنت تقرر كنت تنازل باش تكون وزير. اليوم عندك حق تقول لي تحب تسمعني ولا لا؟ نسمع فيك. انا وقت ربحنا انتخابات عيطت لسي بيجي الله يرحمه، قال لي ايش تحب؟ قلت له نحب نكون مدير معهد الدراسات الاستراتيجيه. انا عمري ما طلبت وزاره التربيه. عمري ما طلبت وزاره التربيه. وقع تحويل وجهتي نحو وزاره التربيه. أنا حبيت تحويل وجهه بالسيف عليك هزوك اختطفوك هزوك الوزارة التربوية يا سي ناجي يا سي ناجي يا سي ناجي راهو فما تاريخ وفما ناس يتفرجوا فينا يعرفوك وراهو فما ناس يعرفوا الحقيقة يتفرجوا فينا نحترموهم نحترموا ذكائهم وأنت بيدك معناها يلزمك تكون تكون في في لا لا بالك بالك يلزمك تكون لا بالك دفعت باش تولي وزير التربية فما ناس دفعوا باش يكونوا وزراء فما ناس دفعت باش تولي وزراء بيان سور أبون وي بيان سور فلوس دفعوا لشكون؟ ما نعرفش الحافظ قايد سبسي ما نعرفش فما ناس دفعت دفعت باش تكون وزير قداش يتراوح باش تكون وزير قداش تدفع ومش كان في نداء تونس في الاحزاب الكل يدفع باش يكون وزير بيان سور وشنو يربح من بعد 4 ملايين شهريا يربح يربح برستيج يشري البرستيج بيان سور يدفع رشوه باش يكون وزير عندهم الفلوس صارت في تونس هي صارت في تونس في عهد نداء تونس بيان سور صارت في عهد نداء تونس في وزيرة نداء تونس دفع الفلوس باش يولي وزير انا نعرف وزير نتاع نداء تونس اي وزير نداء تونس معروف جد معروف شكون ما نقولكش برا اعمل لوك اللي انت تعرفه انت دفع انت تعرف ما نعرفوش بيان سور دفع فلوس باش يكون وزير باش يكون وزير بيان سور ولا وزير ولا وزير لهالدرجه هاك كنت في منظومه خامجه لهالدرجه مش كان هاك كنت في منظومه خامجه ماشي بالك كان في نداء تونس الناس دفعت باش تولي كنت في منظومه فاسده كنت شاهد على قدارة كبيرة لا لا سامحني كنت شاهد على منصب الوزير يتباع ويتشرى يا سي ناجي وانت تقول لي مش كان في نداء تونس مش كان في نداء تونس فما كان في فما في الحزام كنت شاهد على قذارة شو قذارة فما واحد ما قلتلكش آلاف لا قلت برشا انت لا 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 ها وانت مسجل عليك فما واحد قلت برشا أكثر من واحد وسميت واحد منهم واحد في نداء تونس ايه قلت ايه ناس تدفع ناس تدفع باش تولي وزراء في الأحزاب الآخرين فما شكون تدفع وانت مقابل شنو تكون وزير التقرب ومدح سي الباجي وخدمة سي الباجي وحافظ ولا شنو؟ تو هكا نسأل فيك هكا هكا يقولوا هكا هكا يقولوا شكون يقول؟ إيه اللي معاك اللي حولك ما نحبش نسمي لا لا سمي سمي لا ما نحبش نسمي انت انت تعرف شكون شوف انا جيت نداء تونس ما كنتش في نداء تونس انا كنت في الجمهوري وخرجت وليت مستقل سي الباجي عيطت لي قال لي راني حاجتنا بيك لان عندك انت ان بلوس نتصور عطيت البلوس نداء تونس وقت اللي مشيت نداء تونس شوف العباد نحكي العباد كي مشيت نداء تونس كنت تاخذ في شهريه لا لا لا. نداء تونس انا ناخذ في شهريه فما شكون ياخذوا خاطر فما شكون كان ياخذ شهريه تنكر فما شكون بيان سور فما 4 ملايين و5 ملايين و10 ملايين فما شكون كان ياخذ شهريه من نداء تونس انا ما خديتش شوف تحب نقول لك حاجه للتاريخ وبرا اسم انا ما خديتش فرنك من نداء تونس انا كنت نهبط نعمل ميتينغ في جيات حط ليسانس في كرابتي وناكل كسكروت في الثنية انا ما خديتش مليم من نداء تونس ومانيش مستعد باي طريقه كنت مانيش مستعد باش ناخو اما شكون خذاو سينو نولي مرتضى خذاو البرشا وخذاو شويه وخذاو المليارات وخذاو الملايين وخذاو الاحرار المئات وخذاو هي ما فما شكون خذاو برشا فما شكون خذاو هي هذيك مشكلتي مش مشكلتي انا واضح هذيك مشكلتي يعني يعني اليوم باش نختموا المحور هذا ونكملوا زوز اسئله ونتعداو للركن الاول يعني يعني سي ناجي اليوم ولو زيد تنورنا شوي مانيش باش نسمي انا نحترم انه ما تحبش تسمي وما لزيت لكش باش تسمي نعرفك ما تسميش ولكن توا واحد باش يولي وزير دفع فلوس قداش دفع ببري اسمع اللي سمعته اللي سمعته احنا نسمعوا في الكلام قداش مئات الملايين ما نعرفش مئات الملايين ما نعرفش نعرف نعرف فما شكون دفع مبلغ كبير شوف ربي خرجني من هذا نعرف في نداء تونس وفي الاحزاب الاخرى شكون دفع باش يولي وزير فوالا ما تعرفش قداش فلوس وراهي هذه عاده
بوجود العادة لأن الدفعان يبدو أنه تعمل الكاس للحزب مش للشخص. يبدو أنه تعمل الكاس للحزب. لا حتى للشخص. هو محر. شوف ألا عنده بيه. حاجة يمشي القضاء. واللي يعيط لك أنت وتحكي. يعيط لك أنت. أنا لا أنا ما عندي حد شيء. أنا شوف لست أنا مش قاضي. أنا منش محقق. به واضح. أنا نواصله. تو أنت عامل حزب جديد. الائتلاف الوطني هكا ولا انت رئيس يقول القائل في العوذ معناتها تسلك الطريقه الصعيبه الطريق الصعب هذايا وحزب يلزمك تكونه يلزمك تبنيه ويلزمك تعرف به وخدمه كبيره ياسر خدمه جبارة خاصه انه الاحزاب توا كثرت والاحزاب الناس يائسه منها وميؤوس منها ومحبطه منها علاش ما دخلتش يقول القائل مع عبير موسي مثلا اللي انت تساند فيها اسهل وافضل وانجع واسرع واضمن من حزب جديد مغمور انت عبير موسي تعجبك ملاحظ انك تساند فيها تحضر في الاحتجاجات نتاعها باش تساندها تمشي لها تمدح فيها في الحوارات نتاعك علاش ما دخلتش معها مثلا شوف كثر برشا احزاب مش صحيح مش برشا احزاب في تونس اعطيني حزب في تونس بمفهوم الحزب انا نقول لك حاجه الحزب الوحيد اللي عنده مقاومات الحزب مقومات الحزب في تونس لا هذيك جمعيه دينيه مع احترامي لي جمعيه دينيه فهمت قلب تونس جمعيه خيريه جماعه ولا جمعيه سميها اللي تحب فهمت وهما احرار قلب تونس شنو قلب تونس جمعيه خيريه التجمع كان اداره الحزب الوحيد اللي عنده ونداء تونس كان حضبه ضد النهضه حضبه ما كانتش حزب الحزب الوحيد هو الحزب الاشتراكي الدستوري احنا نحبوا مش نستنسخ لان الماضي معناتها تجربه عبير. ليه عبير شوف عبير نتلاقى معها في اشياء برجع وين تختلف معاه مدنية الدولة أهمية التراث إذا الدولة التونسية نختلف معاه في تعريف الثورة أنا ما نؤمنش أن هي ثورة في تونس هي مش تعترفش بالثورة مش ثورة البرويتا هي نختلف معاها في تقييم فترة بن علي أنا بالنسبة لي أنا تونس يلزمها دولة وطنية اجتماعية في عهد بن علي وقع تدمير التعليم قاعة تدمير الصحة العمومية قاعة تدمير برشا حوالي تختلفوا برشا انت وعبير موسى الموقف من الثورة والموقف من نظام بن علي والموقف من نظام بن علي وشنو واخر برشا حوايج برشا حوايج دونك تختلفوا أكثر من اللي تتفقوا نتفقوا في شوف السياسة بالنسبة لي أنا هذه كل هالمواقف اللي قلتها عندها شعبية في الشارع التونسي الموقف من نظام بن علي والموقف من الثورة عملت العبير موسي سامحني عملت العبير موسي شعبية كبيرة حتى هتلر كانت عنده شعبية كبيرة شنو السياسة ولات شعبية هي سياسة مش شعبية سياسة أفكار برامج الشعبية هي ثقة الناس هي أصوات الناس هي محبة الناس بلاش شعبية شنجم تعمل في السياسة تنجمش تغير تنجمش تبدل تنجمش تأثر ودي سمحني شوف الجيل بتاعي أنت أصغر مني كنا نهبطوا في الشارع نهار كامل خبز وماء ونويرة لا داكوردو لا يرحم أو اليوم نويرة ولا الناس تعفرت بي كنا قبل أنا كنت طالب أنا كنت طالب يساري كنا نطلع على الحجرة والحزب الاشتراك الحزب الدستوري العميل وبورقيبة العميل اليوم أنا وليت معناها بريسك بورقيبيست واضح يعني شوف معناها شوف السياسة ما هيش راهو خلينا نمشي لا سمحني السياسة راهو مش مطرب شعبي راهو السياسي إنسان يدافع على أفكار وعلى مشاريع للأسف الشديد السياسة في تونس وليت ما عادش أفكار ما عادش مشاريع ما عادش حلم لأن أغلب السياسيين أغلب السياسيين لا عندهم حلم ولا عندهم حتى شيء واضح خلينا نقدمه باش نمشيه للركن الأول وهو الركن الرئيسي في البرنامج ويحمل عنوان البرنامج اللي هو ركن هل تجرأ ولكن قبل هذا نخرج فاصل إشهاري ثم نواصل معك الحوار